السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتحب أمر الري اللي موجود حاليا في الأوتوكاد، عايز تشغل ريكتانجل ولا هتشغل باص ولا عايز تشغل بولر مثلا ريكتانجل، وتبدأ إن أنت تختار تمام، وتقدر إن أنت تغير زي ما أنت عايز. أنا شخصيا بحب الأسلوب ده في الأري، وبحس إن هو أسهل وأجمل، لكن في ناس بتحب الأسلوب القديم. طيب الاسلوب القديم ازاي ان انا اشغله في الاوتوكاد؟ اقول له اري كلاسيك، تمام جاب لك الاسلوب القديم اللي احنا متعودين عليه. تقول له مثلا 4 في 4 وريكتانجل او بولر زي ما انت عايز، وتقول له اوكي، فيبدأ يرسمه لك بالشكل ده.